وصل. ايوه وصل اللقاح، وصل امس، واليوم وزير الصحة السعودي بنفسه اخذ اللقاح. كيف وشلون انتهينا يعني؟ معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايوميديا. السلام عليكم. 9.5 شهور من اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية إلى أول جرعة لقاح يتم حقنها. من أول يوم تصدت فيه المملكة العربية السعودية الفيروس كورونا بشتى الطرق وبكل الوسائل المتاحة، تكاتفت فيه كل الجهات يدا بيد للمرور من هذا الوباء بسلام. 9.5 شهور شفنا فيها قوة وحزم وعزم وخطى واثقة من حكومتنا الغالية، اللي أكدت لنا وللعالم أجمع قدرتها على احتواء الأزمات والمرور بالإنسان إلى بر الأمان بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو حتى شرعية إقامته. 9.5 شهور شفنا فيها حظر كلي وحظر جزئي وإجراءات احترازية، فقدنا ناس غالين علينا، واليوم بداية صفحة جديدة، صفحة ما كنا نتخيل أنها راح تجي في وقت قريب. قد يفتح الله باباً كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي، ما تضيق إلا وتفترج. الحمد لله، اليوم بداية انفراج الأزمة بإذن الله. قالها معالي، والحمد لله اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 تم حقن أول مواطن سعودي بلقاح فيروس كورونا. وللمشككين في فعالية اللقاح أو المتخوفين من آثاره الجانبية والإغلاق باب الشائعات نهائياً، رابع جرعة من اللقاح كانت من نصيب معالي وزير الصحة بنفسه كأول مسؤول سعودي يأخذ اللقاح. وزي ما شفنا تنظيم وترتيب في إدارة الأزمة من بدايتها، كتجهيز مراكز خاصة للفحص والكشف المجاني والعزل للمصابين في المستشفيات وتحويل كافة فنادق المملكة إلى مراكز عزل إضافية لتستوعب أعداد أكبر وغيرها الكثير، اليوم نشوف استمرار لهذا التنظيم والخطة الثابتة بتجهيز مراكز خاصة لأخذ اللقاح حسب خطة عادلة ومحكمة، بداية من توفير التسجيل الإلكتروني للقاح عبر تطبيق صحتي وترتيب إعطاء اللقاح حسب فئات 3. الفئة الأولى المواطنين والمقيمين فوق 65 عام وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص اللي عندهم سمنة مفرطة والمصابين بأحد الأمراض المزمنة لاعتبارهم أكثر فئة معرضة لخطر الإصابة بالفيروس. الفئة الثانية المواطنين والمقيمين فوق 50 عام والممارسين الصحيين أبطال الصحة. الفئة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين. مو لما تاخذ الجرعة الأولى تشيل الكمامة وتصير الأمور طبيعية، لا يا حبيبي، في جرعة ثانية. يتم أخذ جرعة أولى من اللقاح يليها جرعة أخرى بعد 3 أسابيع، وحسب تصريح الطبيب مازن خير الله بأن المناعة تبدأ بالتشكل بعد أخذ الجرعة الأولى وتكتمل بعد أسبوع من أخذ الجرعة الثانية. والحمد لله حكومتنا الغالية جعلتنا من أوائل الدول في الحصول على اللقاح. كشف مجاني، لقاح مجاني، لا واختياري بعد. والآن نقدر نقول بالفم المليان كلمتنا اللي نكررها كل حلقة، أن وراء كل ألم أمل. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اكتبوا لي بالتعليقات انطباعاتكم عن وصول اللقاح، ولو ناوي تاخذ اللقاح استعجل وسجل بالتطبيق. انتظرونا كل خميس الساعة 7 المساء. سلام.